السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده يا رب. معكم علام ام صفاء، غنعطيكم وصفه يا البنات خواتاتي وخوتي، وصفه سهله وبسيطه ومثال الطير. مناسبه ان شاء الله رمضان قريب على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا يا ربي بالصحه والرزق وزيل علينا هاد الامراض ورجع الحياه الطبيعيه ديالتها. ونتمنى من الله البنات تشاهدوا الوصفه اللي راها بسيطه والشرح بسيط وتبارك الله ما شاء الله ناجحه 100%. ما عليكم غير تتابعوا اختكم عالم ام صفاء، خليوا لي لايك وكومونتير زوين وغتشكروني على هاد الوصفه. يا البنات راها ناجحه 100% وغادي تعجبكم بزاف بالطريقه ديالتها، المكونات ديالتها من السماء بحال شكل الشباكيه غزاله البنات. ما نقولش لكم نقطع عليكم، انتم البنات كيفاش تجي تبارك الله ما شاء الله غزاله يا البنات، رائعه ما شاء الله رائعه بزاف البنات. واخا راه عجبتني العيمه نشكر لكم حتى العيه حتى تجربوها ان شاء الله، وغادي تشكروني عليها انتم البنات. معلكه وزوينه وطيبه من داكشي يا البنات، بسم الله على بركه الله. ندوزو الطريقه كيفاش غنحضرها. اولا تنشكر خوتي وخواتاتي، اي واحد دخل القناه ديالي وخلى ليا تعليق زوين ولا لايك، وشكرا لكم بزاف. بارطاجيو القناه ديالي الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم باش يديروا هذه الوصفه، راه غزاله وتسحق تجربه وتسحق منكم، تشجعوني شكرا لكم بسم الله على بركه الله. ندوزو الوصفه ان شاء الله. هنا على بسم الله على بركه الله البنات، غنعطيكم المقادير ديال مثال الطير اللي تتجي زوينه البنات. هذه المعسلات عندي هنا البنات 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض ديال العنبه، 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض ديال العنبه. عندي هنا 3 معالق ديال الزبده اللي ذوبته وزدت معها معلقه ديال الزيت. عندي هنا البنات صفر بيضه، عندي هنا البنات معلقه هذه ديال الجنجلال اللي صهرته طحنته مزيان. عندي راس معلقه ديال القرفه، راس معلقه ديال حبه حلاوه، راس معلقه ديال النافع. لما بغيتوش ديرهم البنات ما ديروش، ولكن راه تجي زوينين. صافي هنا البنات، وغندير كيس ديال الفاني، ها هو البنات 8 غرام. وعندي كيس ديال الخميره ديال 8 غرام، خميره ديال الحلويات. والملح غندير قبيصه ديال الملح، ها هي البنات. وعواشق ديال السكر، سنيده حبيبات رقيقه، ها هي البنات شتوات هي. صافي غنبسبس الكل بحال هكا، وغندير هذيك الزبده ونبسبس بها. مكونات غير قلال البنات، وانتم هيا بغيتو تضعفوا الكميه ضعفوها، انتم البنات المبتدئات سهله بسيطه بالاسرار ديالها وناجحه 100%. وانتم تتشوفوا كلشي ساهل وبسيط. بعد ما بسبس الكل البنات، ندير هذيك صفر بيضه، وعندي سمحوا لي ما ذكرتش لكم مزهر، نص كاس ديال المزهر. صافي البنات، وغنعجن العجين عادي والماء بارد حتى هو عادي، وندير خميره ديال الحلويات حتى هي نديرها دابا. كيس ديال 7 ولا ديال 8 ما تفوتوها البنات. صافي غنعجن العجين، يلا جلسه بنتي. صافي البنات على هاد القوام ما غاداش نزيد الماء، غادي ندلكها شويه مزيان ونخليها ترتاح واحد 5 دقائق. صافي نعاودو الخدمه ما نخليوهاش ترتاح بزاف. صافي هنا البنات بعد ما جمعتها وخليت واحد 5 دقائق حتى ارتاحت ليا، غنعاود واحد شويه الزيت. صافي هنا البنات غندير دوك ديالي صغيورين، قبسه بحال هكا صغيورين، كبيسات صغيورين البنات. ونعاون بشويه الزيت، اشويه الزيت على باش ما تلصقش ليا بحال هكا البنات الشكل بحال هكا. نجمعوها مزيان ونديروا لها بحال هكا عباش ما تلصقش ليا في القصريه. دهنت شويه القصريه بالزيت، ما محتاجاش ندير الزيت، صافي درتو القصريه صافي باش ما تلصقش ليا الكويرات. بعد ما كورتهم البنات كاملين، درت شويه الزيت في يدي بحال هكا ودوزتو عليهم كاملين، وغنغطيهم بهذه البلاستيكه اللي كانت فيها العجين
ونخليهم من 10 دقائق حتى 15 دقيقة يرتاحوا مزيان البنات باش يسهلوا علينا فين نبغوا نخدموهم. صافي هنا البنات عندي نشا، عندي مايزينا، ندير شويه هنايا كميه لاباس بها. صافي بحال هكا نغرقها مزيان على هذا الشكل. انتم البنات صافي هنا البنات ورقت هذه، غنحطها حدايا هنايا ونعاود الطريقه واحده اخرى بنفس الطريقه. ها انتم البنات بحال هكا تنورقهم كاملين البنات على هذا الشكل كاملين نورق ونحط حدايا. هاد النشا ولا الفورص ولا باش ما ورقته ماشي بشرط النشا تخليها تجي محلوله وتساعدنا المرحله الثانيه اللي جايه. هانتوما صافي بحالكم وتنحط هنايا حدايا في الجنب. شوف بعد ما دازت 15 دقيقه البنات تعطل تروح في الخدمه وراه غير تخافوا من البنات. انا درت وحده على وحده ما تخافوا منها تلتصق ولا شي حاجه شتوه هكا في سطح العمل فين تنخدم كنحطها وحده حدا وحده في الجنب ديالي هاكا البنات. هانتوما بعد ما دهنت هنايا سطح العمل بالزيت ودرت ورق الزبده حتى يساعد البنات بزاف. صافي هنا البنات غندير الزيت كميه ديال الزيت باش غادي نسرح مزيان البنات. نسرحو هنايا فوق هذا الورق هانتوما البنات غتمشي بسهوله خير هانتوما بحال هكا. هاد الطريقه البنات ديال هنايا تخدمو فوق الورق المطبخ بحال هكا تنجبدو فوق منو تتولي شفافه ورقيقه يا البنات هانتوما شتو رقيقه. صافي المقله تتسخن غنبدا نصحط فيهم. صافي هنا البنات المقله هي سخنات شتوها وانا غنجيب الورقه ديالتي على هاد الشكل. هانتوما البنات البوطه تكون منقوسه البنات بزاف ملي تسخن لكم المقله نقصوا البوطه. صافي درت حدايا الزيف والبلاستيكه كيف نحيدها نديرها في الزيف والبلاستيكه البنات غتنشف ونقلبوها طريقه سهله البنات. هانتوما قلت انا باقا ما نشفاتش خليوها تنشف البنات باش ما تخسرش ليكم. هانتوما البنات على هاد الشكل صافي هيا نشفات الورقه خليوها صافي راه نشفات. دابا غنديرها في الزيف والبلاستيكه محطم حدايا انا شتو كيف غنحيدها نديرها هنا في الزيف والبلاستيكه ونغطيها. صافي غنعاود معكم وحده اخرى تنبدا بالكل الاولي داير الزيت في الكاغط من التحت هنايا تنبقى نسرحها بشويه. صافي هنا البنات غنعاود معكم وحده اخرى بنفس الطريقه. هانتوما البنات بحال هكا المقله كما قلت لكم راه سخونه وانا في نفس الوقت انا تندير هذه وتنسرح الاخرى تندير هذه وتنسرح الاخرى. والكاغط البنات البنات المبتدئات راه مزيان لكم غير ديروه. صافي هي نشفات غادي نقلبها رطبه كي الحريره البنات نبدا نقلب على الابواب. ديروا هاد مسال طار تيجي زوين البنات الورقه تجي مجعبه. انتم بقى غادي بحال هكا تنكمل كلشي اللي عندي على هاد الطريقه. هانت هانتوما شتو صافي غنحيدها دابا. صافي هنا البنات بعد ما كملتهم كما قلت لكم وغطيتهم بالزيف هانتوما البنات هانتوما تبارك الله رقيقه البنات وزوينه
درت البلاستيك ها هي وغطيت بالزيت بحال هكايا باش ما تنشفش ليا الورقه. صافي هنا البنات غنهزو بالوريقه بحال هكا، ها نتوما شفتو بحال هكا، وما نلفوش ونكرزو، اللفه تكون مرخوفه. غنجي من هنا بحال هكا البنات، خليوها فين تنفخ وتيسح. هانتوما البنات بحال هكا، متقلة يدي باش تشوفو. هانتوما بحال هكا صافي. وهنا البنات مخلطة شوية دقيق بالماء. صافي هنا البنات غندير بحال هكا. من هنا البنات باش ما تحلش لينا، صافي بحال هكا وبحال هكا. نلف تاني وندير في البلاستيكه نفسها، نحط حدايا تاني في البلاستيكه هنايا في هذا القنت بحال هكا باش ما تحلش ليا. شفتوها نتوما البنات، غنعاود معكم الطريقه باش ما تقشورش ليا وتقساح. هانتوما البنات تبارك الله ما شاء الله طايعه فيدي. نتمنىكم غير تجربوه البنات ان شاء رمضان ان شاء الله. يلا غتشمروا البنات، صيبوا نسال الطير على هاد الطريقه، راه زوينه البنات. هانتوما شفتو هانتوما، زيد واحد شويه هنايا باش نتاكد بها تسد ليا مزيان. صافي وغنخدم بحالكم هانتوما شو صافي حتى نكمل غادا بحال هكا حتى نكمل. صافي تنبقى غادا بحال هكا البنات هانتوما شو، وتنغطي بالبلاستيكه باش ما تنشفش. طريقه زوينه البنات، غير تبعوا الطريقه وتنعطيكم الشرح مبسط شي عفوي على طريقته وناجحه 100%. البنات مبتدئات غير كما قلت لكم شمروا ونوضوا ما تعكزوش. صافي تاكدوا بها مسدوده ها هي شفتوها، زيد شويه منا ونضغط عليها بحال هكا بحال تنكوليوها. صافي هنا البنات ها هي، ونحط هنايا ونغطي. انا سالسه البنات. صافي هنا البنات جبت البلاطو فاش غنقطع ونبداو بحال هكا البنات. صافي هاد التقطعات نخليه هنا تما مبغاتش نضيعو بحال هكا البنات. ها نتوما البنات على هاد الشكل تجي تبارك الله ما شاء الله. وهانتوما غنشوفو لي تحلات شي وحده باش نكوليها قدامكم باش كيفاش تكوليوها. هانتوما البنات المهم هاد القطعات بحال هادي البنات هي شتو، ضروري نكوليوها ما تضيعينا حتى حاجه بحال هكا. هانتوما ونحط على هاد الجهه اللي درت ليها العجين، عرضو شويه باش تجينا مجعده وعاطي العين والمنظر، والعين تتاكل قبل الفم. صافي كما قلت لكم ها هي ثاني شويه غير باش ما تحلش لنا في القلي، ونحطها نضغط عليها هنايا. انتما تبارك الله راه مكوليه البنات، بعدا بالصبع ديالي هاد شويه باش ما تحلش ليا، منضربو الشمر على الحاجة ونخليوها تخسر ونخليو تبارك الله. هانتوما البنات النتيجة راه باينة البنات ما شاء الله. المهم غنبقى غادا بحال هكا حتى البنات اللي بغيتو تخليوها تبات حتى الغد وتقليوها معليش، صايبوها وديروها في واحد البلاستيكة وغطيوها وخليوها حتى الغد وقليوها، صايبوها بالليل والصباح نوض وقليوها وما تخافو حتى من شي حاجة. المهم غنبقى غادا مستمرة بحال هكا حتى نكمل. صافي هنا البنات انا درت الزيت تيسخن، العسلها وحدايا بسم الله، البوطه منقوصه البنات باش ما يتخطفش ليكم المعسلات ديالكم. هاد مسال الطير باش ما يتخطفش ليكم البنات. صافي تلوحوه
علاش قلت لكم ديروا ليه كولي مزيان باش ما يتحلش لينا. نتمنى من الله ما تحل لينا حتى الحيده. صافي نبقى غادا بحالها مربوطه منقوصه وطيب على خاطره ويجي محمر ويجي زوين. كنعمر المقا ديالتي صافي البنات. كنقلبوه بحال هكا صافي هنا البنات. نتوما تشوفوا بحال هكا بحال هكا اللون. كانت الكاميرا البنات مطبع علاش قطعتو عاود رجعت. صافي ها نتوما شفتوها هو بحال هاد اللوين حيت غادي نغطسوه في العسل. طاج ها نتوما شوفوا تبارك الله كيفاش يجي. شوفوا ما شاء الله البنات تبارك الله ما شاء الله. العسل راني حاطاه ليكم العسل تنصايبوني بيوم قبل باش نشوفو كيفاش هو ناجح 100% تبارك الله. هاد العسل منقولش لكم البنات راه حاطاه ليكم في القناة. هانتوما البنات تبارك الله هانتوما غمسها في العسل مزيان ما شاء الله. هانتوما تبارك الله ما شاء الله. أنا عاودت القلية التانية البنات هاهي شتوهم والبوطة راه منقوصة البنات منقوصة البوطة هانتوما شتوهم. ومن نحيدش هادي من العسل منزولة من العسل حتى طيب الخر عاد نحيدها ونديروها تصفى في الكسكاس كيما العادة ونديرو لتحت من لتحت شي كاميلة باش يقطر داك العسل ويبقى لينا تاني نصيبو به معسلات أخرى إن شاء الله. هادشي اللي كاين البنات نكملو ونتلاقاو إن شاء الله. هاهي البنات هالمعسلات ديالي ساليتهم البنات شوفو تبارك الله ما شاء الله. ها انتم البنات والله الا تسحق منكم تجربه البنات ما شاء الله عالم ام صفا تجيب لكم غير الحاجه البسيطه ولذيذه البنات ما نقولش ليكم. هاد التقيطعات لي شاطوليه هما هما حمرتهم راني ندور ناكل منهم تبارك الله ما شاء الله. وانا راه تيعجبوني هاد المعسلات بزاف البنات شمروا وديروا الوصفه سهله وبسيطه ما عليكم غير لي لايك وكومونتير زوين وقولوا لي كيفاش جاتكم وشكرا لكم. طريقه راها بسيطه وواضحه لكم صحتكم وراحتكم صايبوها البنات وغتشكروني عليها. وشكرا لكم خوتي وخواتاتي اي واحد ضم القناه ديالي وخلى لي تعليق وخلى لي لايك شكرا ليه بزاف الله خطي. والسلام عليكم البنات نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.